ممثل متألق ماجي بوسن، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، ميرسي. بدايه اليوم عم نحتفل بمرور 15 سنه على الميراكس دور، شو بتقولي لاخوين حلو بهيدي المناسبه؟ بدي اقول للاخوين حلو الف مبروك، وان شاء الله يا رب هيك تضلكم بهالهمه. انتم عم بتبيضوا وجه لبنان بالفن بالثقافه بهالتكريم للفنانين من لبنان ومن الوطن العربي. قد ايه بتحسي ماجي بعد في مجال للفرح وللمهرجانات بهالاوضاع اللي عم يمر فيها العالم العربي؟ في دائما في لبنان معروف انه نحن منوقع دغري، منوقف لانه نحن شعب صامد وشعب مكافح وشعب الفن والثقافه وبكره بدمنا. نحن رح نشوفك بخلال شهر رمضان المبارك ب 24 ايراد، فكيف بتقيمي هذه التجربه وقد ايه كانت متعبه بالنسبه لك؟ تجربه رائعه، ما حسيت فيها ابدا بالتعب رغم ساعات التصوير الطويله، لانه هالقد كان عندي الشغف والحماس اني أدي دور هيا. وبعد 24 إيلات شو في أعمال جديدة عم تحضرين؟ فيلم سينما اسمه السيدة الثانية، إنتاج إيجل فيلمز، كتابة كلوديا مارشليان. كلمة لكل محبينك مثلا. بدي أقول لكم ميرسي كثير لمحبتكم، محبتكم هي اللي خلتني أكون موجودة هون، لو ما منكم أنا ما كنت موجودة هون، ومحبتكم مسؤولية. أنا بحبكم قد ما بتحبوني وأكثر. تابعوها ب 24 تابعوني ب 24 قيراط بشهر رمضان المبارك. توفيق معك.